السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فيما إذا ثبتت الرؤية، هل تشترط النية لكل ليلة في صيام رمضان أم تكفي من أول الشهر؟ هذه مسألة خلاف، والصواب أنه لا بد من نية كل ليلة، لأن كل يوم عمل مستقل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فكل يوم عمل مستقل. أعمال الناس للصيام للسحور مثلا هل تكفي أم لابد أيضا من عقد النية؟ حتى ما دام يعلم أنه يصوم غدا يكفي، يكفي سواء في أول الليل أو في أثناء أو في آخره، ما دام يعلم أنه يصوم غدا فقد نوى. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح،